والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بعد أن انتهينا من التسليم والقبض ننتقل إلى الفصل الثامن الفصل الثامن هو في بيع النقد والنسية النقد يعني تنطي الأموال حاليا مباشرة النسية يعني تأخذ البضاعة وبعد ذلك تعطي الأموال متعارفة حاليا في زماننا يباع بالآجل الفصل الثامن النقد والنسيئة مسألة مئتين وواحد يقول من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا يعني شنو يعني إذا أنت رحت واشتريت فتشيء الآن بيع وشراء فما دام ما اشترطت تأخير الثمن فلازم تنطي الأموال بالحال فللبائع المطالبة به يعني بالثمن البائع لما ينتهي العقد يقول لك انطيني الثمن حتى انطيك البضاعة المطالبة به بالثمن بعد انتهاء العقد لما يعقد بعد لانه شو وقت يستحق الثمن؟ حين انتهاء العقد لما ينتهون يقول له بعته اشترى قابلته كذا راح يصير العقد تام فاذا لابد ان كل منهما يسلم للاخر ما له عليه كما يجب عليه يعني يجب على البائع اخذه يعني يجب على البائع اخذ الثمن اذا دفعه اليه المشتري يعني لما يكون البيع هو بالحال بالنقد فهنا اذا انطى المثمن والبائع والمشتري انطى الثمن فهنا مو البائع الا لا ما اريد لا يعني مو بعدين انطيني لا لا لابد ان يتسلمه ايضا كما يجب عليه يعني على الباء أخذ, أخذ الثمن إذا دفعه إذا دفع الثمن إليه إلى البائع المشتري وليس له الامتناع من أخذه بعد ما يقدر يقول آه بعدين جيب لي أو أنا ما أستلم حاليا لا ما دام صار عقد صار لا بد أن يكون نقل وانتقال حسنا ما دام لم يذكروا التأجيل فلا بد أن يكون حال مسألة رقم 202 في هذه المسألة يقول إذا اشتريت فتشي اشتريت سيارة ولكن بالعقد أو أنت قلت أنه هذه الأموال أنطيك إياها بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر أموال السيارة واستلمت البضاعة يصير لو ما يصير نعم يصير يقول إذا اشترط تأجيل الثمن عادة من اللي يشترط تأجيل الثمن؟ هو المشتري المشتري إذا اشترط المشتري تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل بعد إذا كان بالدين بعد هنا هل يجب على المشتري أن يدفع قبل الأجل؟ يقول لا مواجب عليه وان طالبه به البائع حتى لو الباع قال له اعطني يعني هم اتفقوا على أن يسلموا اموال هذه السياره بعد شهرين زين بعد شهر اجى الباع وقال للمشتري اجى الباع وقال للمشتري انطيني الاموال انطيني الثمن هنا هل واجب على المشتري ان ينطي لا مو واجب لماذا لان البيع كان بالاجل لمده شهرين يقول لا يجب على المشتري دفعه يعني دفع الثمن قبل الاجل قبل ان يحيل الاجل وان طالبه به البائع حتى لو ان البائع طالب بهذا الثمن ولكن يجب على البائع اخذه زين اذا المشتري انطى الاموال بعد عشرين يوم هنا لابد على المشتري أن البائع أن يأخذ الأموال لماذا لأنه هو مطلوب بأموال هذه الأموال لمدة شهرين يعني هو انطاهي بعد شهر فهنا المفروض أنه يأخذها لأنه ما له على المشتري قد سلمه إياه فلا بد له أن يأخذه ولكن يجب على البائع أخذه يعني يجب على البائع أخذ الثمن إذا دفعه إليه المشتري إذا المشتري دفع الأموال إليه قبله قبل الأجل كنا الأجل كان شهرين المشتري الله رزقه بعد شهر انطل الأموال فلا بد أن يأخذه بس حالة واحدة يمكن أن يأخذه ما هي لو كان الاتفاق بينهما يعني بين البائع والمشتري على أي شيء على أن كليهما لهما مصلحه في تسليم الثمن بعد شهرين. يعني هذا الاجل مو فقط رأفة بالمشتري لا حتى البائع افرض كان عنده ضرائب وكذا فإذا يستلم الأموال حاليا قد تروح هذه الأموال ضمن الضرائب. فهو يريد أن يؤجل الثمن بعد ذلك. فهنا ماذا؟ يجب على المشتري الالتزام بالأجل. إلا أن تكون قرينة على إلى أن تكون إلى أن توجد قرينة على أي شيء على كون التأجيل حقا للبائع أيضا اللي إذا صير عندنا فتقرينة مقام مقال حول هذه المسألة وهذه كيف نعرفها بعد من خلال السياقات يعني لما يشتروا ويبيعون كلاهما يتفقان الباعي قل لا أريدك تسلمني بعد شهرين هذا المشتري أيضا كذلك وهكذا زين مسألة رقم 203 وثلاثة 203 وثلاثة هنا في حالة كون الأجل هل يمكن أن يكون الأجل غير معلوم بعتك هذه السيارة شو ما تنطيني أموال أنطيني هذا يصير آه هذا مو بيع بعد بل لا بد من تحديد الأجل مسألة 203 يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان يعني لابد أن يكون معين مو بعد شهر أو لما يظهر الميزان أو لما يكون السرطان أو لما تنخسف ينخسف القمر وهكذا فلو جعل الأجل قدوم زيد انه من يجي زيد وش وقت يجي زيد ما ادري زين زيد وين هو هم ما ندري لا افرض زيد مثلا في بلاد اخرى لما يجي زيد احنا اخذ الفلوس من عندك لان زيد يطلبني يقول هذا البيع هنا يكون باطلا لماذا لانه غير معلوم الاجل افرض زيد باكر يجي او افرض بعد عشر سنوات يجي افرض ما اجي فاذا لابد ان يكون معلوما أو الدياس، الدياس إحنا تعرفون هذه مصطلح موجود حتى في رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه لما تقطف أو تحصد الحنطة أو بعض الحبوبات يحاولون فصل الحبة عن بقية الأوراق فكيف يعملون عن طريق الدياس انه يجيبون اجلكم الله بعض الحيوانات وتدوس هذه الحنطه المحصوده مثلا فهذه العمليه تسمى الدياس ايش وقت الدياس هم معلوم لابد ان تكون هناك توقيت معلوم حتى المشتري يصير عنده اطمئنان انه لابد بهذا الوقت ينطيه او الحصاد كما قلنا انه من يحصد بس وقت لان الحصاد صح هو معين ضمن شهر مثلا معين ولكن هذا لابد ان يكون واضحا حتى يكون هناك تعلق للبيع وللشراء، يعني احدهما يتعلق باموال الاخرى. او جذاذ الثمر، الثمر يعني لما يقطفون الثمر او نحو ذلك، فاذا كان من هذه الاجال يكون العقد؟ يقول بطل العقد. فإذا لماذا بطل العقد؟ يا أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف دولار إلى الدياس يقول لا هذا العقد باطل لماذا مولانا؟ يقول لأنك لم تبين الأجل المعلوم جعلت الأجل غير معلوم لذلك لا يصح جيد مسألة 204 يقول لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى محتاجة إلى إلى الحساب لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى حساب يعني شلون؟ يعني أنا بالنسبة إلي أقول لك بعد ثلاث سنوات ناقصا 15 شهر زائدا أربعة أيام هذه اكو بعض العمليات تحتاج حساب يكون يفسر ثلاث سنوات يعني ايش قد 36 شهر ناقص 15 شهر يعني يبقى 21 شهر ناقص فهكذا هكذا عمليه ايش راح تؤثر؟ راح تجعل هناك عدم وضوح فيقول لو كانت معرفه الاجل محتاجه الى الحساب مثل أول الحمل أو مثال آخر أنه أول الحمل، أول الحمل لازم تروح للنجوم وتشوف النجوم وتشوف الطوالع وكيف يكون الحمل في الميزان هذا يحتاج له حساب أيضاً. أو الميزان مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان إذا كان كذلك. نعم لو كان نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل يعني إحنا ما ندري هذا الشهر هل هو 30 يوم أو تسعة يوم زين فما ندري اليوم إحنا 14 بالشهر أنا أقول بعتك هذا هذا الكتاب على أن تسلمني الثمن اللي هو عشرة آلاف دينار شو وقت في بداية الشهر القادم يصير له لا في أول الشهر القادم يصير له لا نعم يصير زين يقول هنا راح يصير تردد عندنا في اي شيء في انه هذا الشهر احتمال يكون 30 يوم احتمال يقول 29 يوم يقول ماكو مشكله يوم واحد فرق ولكن هذا اليوم ما يؤدي الى الترديد والجهاله تلك الامور انما رفضها باعتبارها تؤدي الى الترديد ونحن في مساله البيع لا نحتاج الى وضوح نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان وأيضا قال فالظاهر الظاهر الصحة يعني شنو يعني أكو من هناك قول أو رأي أنه هنا أيضا يؤدي إلى الترديد فلا يصح لكن هنا رأي السيد أنه الظاهر الصحة جيد مسألة مئتين وخمسة في هذه المساله 205 وخمسه يقول اذا عين عند المقاوله يعني في اثناء مكان يبيعون ويشترون يحاولون يعني يبيعون ويشترون لبضاعته ثمنا نقدا واخر مؤجلا بازيد منه فابتاعها المشتري باحدهما المعين صح يعني أبيعك أقول هكذا أبيعك هذا الكتاب نقدا بتسعة آلاف دينار مؤجلا إلى شهر ب عشر ألف دينار فصار عندي عقدين إما أنه أبيعك نقدا بعشرة بتسعة آلاف أو مؤجلا بخمسة عشر ألف المشتري ماذا قبل أحدهما يعني مو قال قبلت أحدهم لا يقول مثلا قبلت نقدا تسعة آلاف او قبلت دينا او مؤجلا فهنا يقول لا بد من تعيين المقبول له مو هالشكل فقط يقول قبلت لا تعيين المقبول له يقول فابتاعها المشتري بأحدهما المعين يعني إما النقد أو المؤجل هل يصح أم لا يقول نعم يصح صح جيد هذا الفرض الاول، الفرض الثاني يقول: واما لو باعها يعني باع البضاعة بثمن نقدا وباكثر منه مؤجلا بإيجاب واحد يعني شلون؟ راح يعطينا مثال بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة يعني مو بعتك إذا بعتك هذا الفرس بعشرة نقداً أو بعتك هذا الفرس بعشرة بعشرين إلى سنة ما جاء ضمن عقد لا ضمن عقد واحد بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة يقول فقبل المشتري المشتري قال قبلته يقول فالمشهور البطلان لماذا بطلان باحتبار الان صار ترديد هل هو راح ينطي الاموال الان لو بعد سنه وقيل بالصحه آه قول يقول يا ابا هذا ما دام انه هكذا عقد فاذا يمكن الصحه وقيل بالصحه يعني صحه هذا العقد لو باعه بثمنين أحدهما حالا والآخر بأزيد منه مؤجلا وقيل بالصحة بأقل الثمنين مؤجلا يعني بيش يعني هنا أفرض الحالة بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة ايش راح ينباع بعشرة إلى سنة آه ليش لأنه باعتبار يأخذ أبعد وأخف شيء على المشتري يقول وقيل بالصحة بأقل الثمنين مؤجلا ولا يخلو عن وجه هذا الصحيح أيضا لا يخلو عن وجه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه فإذا يقول هنا لا بد من مراعاة الاحتياط في هذه المسألة وأما لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر فالأظهر البطلان، يعني شنو؟ يعني احنا عندنا لا بيع أجلين، الأجل الأول لو باع بثمن إلى أجل، بعتك هذا الكتاب إلى شهر بخمسة عشر، وإلى شهرين بسبعة عشر، فهنا يقول الأظهر البطلان، يعني لا يصح هذا البيع. جيد مسألة التي بعدها يقول مسألة 206 يقول لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه يعني كيف أنا عندي الآن المفروض أنه هذا أبيع هذا الكتاب بعشرة آلاف هاي عشرة آلاف لازم ينطينيها حالياً ثم ماذا يقول المشتري يقول يا أبا أنا أنطيك الثمن بعد شهر وأنطيك 15 هل يجوز هذا يقول لا لا يجوز بل مطلق الدين بأزيد منه مو فقط الثمن هذا باعتبار هذا ماذا هذا دين فيقول مو فقط بيع الحال ثمن الحال لا بل مطلق الدين بأزيد منه ما يصير بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل يعني هو الدين المفروض ينطي بعد سنة يطلب ألف دولار هذا قال له أبا ألفين دولار وانطيك بعد سنتين يصير هذا يقول لا وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل آه حالة ثانية بالعكس يعني شلون هو الثمن افرض بعتك هذا الكتاب بعد شهر بخمسة عشر دينار هو شي يقول يقول يا ابا انا راح انطيك عشرين دينار ونال شهرين يقول هذا لا يصح ليزيد في الاجل ويجوز عكس ذلك يعني كيف يعني البائع يقلل من الثمن مع بان يعجل المؤجل وبنقصان منه يعني قل له يا بي, أنا أبيعك هذا الكتاب منا إلى شهر بخمسة عشر دينار ولكن إذا سلمتني المبلغ بعد خمسة عشر يوم أنا أعفيك من خمسة دنانير بنحو الإعفاء والإبراء يصح يقول نعم يصح ويجوز عكس ذلك يعني عكس أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء كما قلنا أنت أنطيني الثمن والثمن لازم تنطيني بعد شهر أنطيني بعد عشرة أيام وأنقص من عندك خمسة بل على وجه المعاوضة أيضا يعني شنو معاوضة ايضا يصير نوع من المعاوضة انت انطيني اياه وانا انقص لك مو ابراء بل معاوضة عن كل يوم تنطيني اياه ازيد اعفيك منه دينار هذا راح يصير معاوضة نوعا ما ما لم يستلزم الربا آه يعني يقول هنا مسألة مهمة لأن الربا حرام فلا بد للمتشرع ماذا أن يتفقه في هذه المسائل فإذا كان هناك أي اختلاف أو أي عدم وضوح لا بد له من أي شيء من الرجوع إلى أهل الخبرة في هذه المسألة نعم مسألة 207 يقول يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن مثل ما ذكرنا سابقا احنا عندنا الاكثر المؤجل انا مشتري افرض عندي سيارة اشتري مشتريها ادفع فلوسها عشرين الف دولار بعد سنة افرض زين هذه السيارة هل يجوز ان ابيعها الان بمثلا ب ب عشر ألف دولار أم لا يقول نعم يصح يقول يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال أخذ الآن خمسة عشر ألف دولار وأنا أنطي بعد سنة مثلا أو سنتين أنطي الباقي لذاك الصح في غير ما يكال ويوزن اما المكيل والموزون لا واما فيهما فلا يجوز لانه ربا كيف ربا لانه بيع نفس هذا الزياده في المكيل والموزون هذا راح يكون هناك نوع من الزياده فاذا كان نوعا من الزياده فيكون هنا ربا لوجود روايات ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقض المدين بعضه قبل حلول الأجل يعني شنو يعني أنا أفرض كان أطلب واحد أطلب ألف دولار منا إلى أي شيء إلى سنة زين المفروض أنه هالشكل الدين ينطيني بعد سنة ألف دولار زين أنا إيش أسوي أنا أقول لهذا المدين أقول له انطيني انطيني بعض هذا المدين بعض افرض 200 دولار الدائن الذي اعطى الدين فما يجوز له ان يزيد فتره الدين بشرط انه ذلك الدائن ينطي 100 دولار يعني افرض انا اطلب واحد الف دولار كما قلنا لمدة سنة فاقول انطيني الان مئة دولار وانا اسويها سنة ونص هل يصح ذلك يقول لا لا يصح ولا يجوز للدائن انا الذي داينت الشخص الف دولار في الدين المؤجل من هنا الى سنة ان يزيد في الاجل اسويها سنة ونص على ان ينقد المدين بشرط انه هذا الشخص الاخر ينطيني الان بعضه ينطيني الآن أو بعد ستة أشهر قبل حلول الأجل يقول هذا لا يصح المسألة الأخيرة في مسألة البيع النسيئة النقد والنسيئة يقول مسألة 208 وثمانية يقول إذا اشترى شيئا نسيئة أنا اشتريت مثلا بضاعة بالدين جاز شراؤه منه قبل حلول الاجل. يصير انه الآن اشتريت سياره بعد مثلا سنه انطي اموالها مثلا. يقول او لا يعني هذا السياره نفسها الان عند عند البائع فانا يجوز لي ان ابيعها لشخص اخر. بجنس الثمن أو بغير جنس الثمن يقول إذا اشترى شيئا نسيئة يعني هذا الشيء اللي اشتريته بالدين نسيئة جاز يعني لم أستلمه منه النسيئة يعني لم يستلمه إلى الآن عند الباع جاز شراؤه منه هذه السيارة اللي بعدني ما مستلمها يجوز لعمر أن يشتريها مني قبل حلول الأجل قبل أن يحل الأجل أو بعد الحلول الأجل بجنس الثمن بآلاف دولار آلاف دولار أو بغيره دينار أنا يعني اشتريتها بدولار هو يشتريها بدينار مساويا له أنا اشتريتها بعشرة آلاف هو يشتريها بعشرة آلاف أو زائدا عليه أنا اشتريتها بعشرة آلاف أبيعها خمسة عشر أبيعها خمسة عشر أو ناقصا عنه بعشرة آلاف أبيعها هي بتسعة آلاف حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا سواء كان هذا البيع الثاني اللي أريد أبيعه حال يعني مباشرة ينطيني الأموال أو مؤجل إلى وقت آخر فهنا يجوز أو ما يجوز يقول نعم يجوز نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول يعني الباع نفس الباع في البيع الأول اشترط على المشتري ماذا اشترط يعني أنا اشتريت هذه السيارة من الباع الباع اشتر... ماذا اشترط عليه أن يبيعه عليه نقدا بعد شرائه هنا ايش راح يكون انا اشتريت من زيد سيارة بألف دولار دين يعني هذا الألف دولار أسلمه بعد... بعد سنة مثلا هو اشتريتها الآن حاليا فهو زيد ماذا يقول يقول تبيع لي هذه السيارة حالا نقدا حالا ب يقول هنا لا يصح لماذا؟ لان راح يكون نوع من الربا. يقول نعم اذا اشترط البائع اللي هو زيد على المشتري اللي هو اني في البيع الاول اشترينا السيارة ان يبيعه عليه ان من اشتري السيارة من زيد ابيعها مرة ثانية لزيد نقدا انطي أنا مو نسيئة بالدين، فأبيع لها نقداً، بعد شرائه بأقل مما اشتراه به نسيئة. من أشتري أني؟ اشتريتها بإيش؟ بألف دولار إلى سنة، فأبيع لها حالاً بأي شيء ب 900، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول، أو بالعكس، المشتري اشترط على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه نسيئةً. يعني شنو يعني يشتري هذا المبيع مني نسية بأكثر مما اشتراه منه نقدا أفرض أنا اشتريت نقدا بألف هو يشتري من عندي مرة ثانية نسيئة بألف ونص فإن الأظهر فيه البطلان لماذا الأظهر فيه البطلان باعتباره صار نوع من الربا نوع من المعاوضة غير المشروعة إذن يكون بذلك قد انتهينا من الفصل الثامن النقد والنسية وبينا بعض الأحكام الخاصة بها بعد ذلك نصل إلى الحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية يأتي الحديث عنها في الدرس المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد